من جديد ده كل التحيه للكابتن هيثم السعيد وضيوفه الكرام وكل مشاهدينا مشاهده ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. مليون مبروك لفريق النادي الاهلي، مليون مبروك لكل جماهير النادي الاهلي. فوز فريق النادي الاهلي في الجوله الرابعه على فريق نادي الزمالك بنتيجه 71-64. وزي ما حضرتك قلت يا كابتن هيثم، النهارده كنا بنفتقد واحد من النجوم، كابتن ايهاب امين اللي كان حريص النهارده يكون موجود يساند ويؤازر ويدعم الفريق، النهارده موجود بانفعالاته وبروحه مع الفريق. كابتن ايهاب برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي، تحياتي الكابتن هيثم وضيوفه وكل مشاهدينا مشاهدي قناه النادي الاهلي. مباراه كبيره النهارده من لعيبه النادي الاهلي، النهارده كنت حريص ان تكون موجود، ودي الروح اللي دايما بنشوفها من لعيبه النادي الاهلي. طبعا في البدايه احب ارحب بكابتن هيثم السعيد وضيوفه، الحمد لله على المكسب. طبعا ماتش الاهلي والزمالك بيبقى ليه طعم مختلف، بيبقى ماتش صعب حتى لو الزمالك السيزون ده عندهم اصابات او غيابات، فماتش الاهلي بيبقى ليه طابع خاص. عملوا ماتش كبير قوي، ماتش كان صعب، الحمد لله اللعيبه كانت قد المسؤوليه، ومكسب جديد في المشوار ان شاء الله. اكيد كل الجماهير الكباتن في الاستوديو عايزين يطمنوا على حاله ايهاب امين. النهارده مباراه من المباريات اللي انت بتحب تلعبها، ليك ذكريات مع هذه المباريات، طمنا على حالتك دلوقتي يا كابتن ايهاب، فاضل قد ايه وترجع لارض الملعب، والمباراه النهارده بالنسبه لك اكيد يعني مباراه انت تتمنى انت تلعبها. طبعا يعني كل الماتشات الكبيره طبعا بالذات ماتش الزمالك من اكتر الماتشات اللي بحب العبها. انا ان شاء الله يعني خلاص قربت، انا ماشي يوم بيومه مع كابتن محمد علي في التاهيل، فلسه مش متاكد هلحق انه ماتش ان شاء الله، بس ان شاء الله قريب قوي. عايز اروح بقى، يعني انا عارف ارتباطك بلاعبي كره القدم وعندنا بطوله هامه يوم الاربعاء امام الرجاء، التواصل مع اللعيبه، الرسائل اللي بتقولها اللعيبه بتقولها للجماهير، انا عارف ان ايهاب امين واحد من اللعيبه القريب من فريق كره القدم في النادي الاهلي. طبعا يمكن حسين يعني اقربهم، ولسه باعت له ان هم يعني ان شاء الله ربنا معاهم يوم الاربعاء، وكلنا بنسندهم من هنا، وان شاء الله ربنا يكرمهم ويرجعوا بالبطوله ان شاء الله. كابتن ايهاب، المباراه النهارده شفت بعض يعني في توقيتات المباراه انفعال ايهاب امين، نفسه يكون في الملعب، المباراه النهارده راحت اكتر من مره، لكن تصميم واراده لعيبه النادي الاهلي كانت هي النقطه الفيصل في هذا اللقاء. طبعا اللعيبه النهارده يعني قامت باكتر من اللي عليها، يمكن عمرو الجندي عمل ماتش كبير قوي، عايز اشكره طبعا على المجهود اللي هو عمله. عمر طارق كان بيعاني من اصابه ورجع منها مستواه كويس جدا. سيف سمير، مش عايز انسى حد، بس اللعيبه طبعا ابو النصر كان لسه راجع من اصابه برده، مش عايز انسى حد، بس اللعيبه يعني قامت بدور كبير قوي النهارده، ومهم ان احنا بعد الخساره بتاعه الماتش الاخراني ان احنا نرجع تاني على المسار الصحيح، وان شاء الله من هنا يعني نتحسن المباراه الجايه. شكرك يا كابتن ايهاب، نتمنى لك السلامه وباذن الله ترجع تاني تنور الملعب، ومنتظرين منكم الكتير خلال الفتره اللي جايه ان شاء الله. شكرا شكرا كابتن هيثم، ده كان لقاءنا مع واحد من نجوم النادي الاهلي الكابتن ايهاب امين، اللي اتمنى له ان شاء الله يعود سريعا الى ارض الملعب. مبروك لكل جماهير النادي الاهلي، من جديد تعود الكلمه للكابتن هيثم السعيد. فاروق صلاح بشكرك شكرا جزيلا، لقاء مهم مع ايهاب امين، اطمنا عليه والف سلامه عليك ايهاب، نشوفك قريب في الملعب.